شيع جثمان الراحل الأستاذ خالد الناصري اليوم، والذي وافته المنية مساء أمس بعد معاناة مع المرض الذي لم ينفع معه علاج. وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم لأسرته الكبيرة السياسية ولأسرته الصغيرة ولأصدقائه بأحر التعازي، متمنيين أن يتغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته، ونستحضر مساره الحافل، مساره الأكاديمي والسياسي والحقوقي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نودع اليوم أب ورجل دولة عظيم من نكران للذات ومن طيبوبة ومن كاريزما ومن حنان ومن حب، نودعه. والحاجة الوحيدة اللي نقدر نقول هو بالنسبة لنا واجب نتابع العمل دياله، سواء العمل النضالي ولا العمل الإنساني، نتابع النضال دياله باش يبقى الروح دياله بيننا في أطول ما يمكن. اشترك معنا في القناة كي يصلكم كل جديد، وذلك بتفعيل الجرس والضغط على زر اشتراك.